كلمات مش ممكن ننساها تشفي فينا الجروح، كلمات شايلة معاني بتشيل هم الطروح، حروفها منورة جوايا متقصرة، كلمات الروح. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. نستكمل سويا تفسير الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا ابتداء من أول الإصحاح، ولكن بفضل بعد جزء من ترنيمة باب السماء مفتوح. باب السماء مفتوح والرب سمعه يناديني، وأنا شايفه بقالي بيقول لي اصبر يا ابني. إبليس وجنوده ضدي أهواله أخطر حولي، إبليس وجنوده ضدي أهواله أخطر حولي، وجه سهام لصدري. رب انت قوي تحميني، باب السماء مفتوح والرب سمعه يناديني، وانا شايفه بالي بيقول لي اصبر يا ابني. نستكمل سويا ابتداء من أول إصحاح 10. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه عمودي نار، ومعه في يده سفر صغير، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا آمين. مشهد ورؤيا جديدة رآها معلمنا اللاهوتي يوحنا القديس العظيم، وبدأ الحديث بأن هناك فاصل بين الأبواق. بعد ما بدأنا في البوق السادس حدث أحداث غريبة بعد انتهائه، وهي فاصل بين البوق السادس والبوق السابع. ملاك قوي نازل من السماء، هذا الملاك معه سفر صغير مفتوح. وإلى آخر إصحاح 10 نجد أن تحرك هذا الملاك بتحركات وبأصوات، ثم تحرك يوحنا أيضا وكلمه الرب يسوع وطلب منه أن يأخذ السفر من يد هذا الملاك المبارك. بعدما رفض الرب يسوع أن يوحنا يكتب ويدون ما رآه في هذا السفر المفتوح، رفض الرب يسوع، وسنعرف بعد دقائق لماذا رفض، لأن السفر مفتوح وسهل قراءته، لكن تم الرفض أن يكتب يوحنا، بل طلب منه أن يختم على هذا السفر المكتوب ومفتوح وسهل قراءته. لكن أعمال وحركات وأمر من الملاك ليوحنا الحبيب قائلا له يجب أن يتنبأ على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. علشان كده عايز أحط قدام حضراتكم النهاردة
عنوان سفر مفتوح وأمر مطروح، سفر مفتوح وأمر مطروح. عايز أقول أول كلمة ملاك مهوب، ملاك مهوب. ثم رأيت ملاكا آخر، يوحنا بيقول المرة دي في أول آية في إصحاح 10. ثم ده دليل على إن مازالت الرؤى مستمرة. رأيت يعني مازال يوحنا يعلن ويؤكد إنه شاهد عيان بيوثق ومهوش سرحان في كل الرؤى اللي فيها قال كنت في الروح، ما كانش سرحان. فبيقول ثم رأيت ملاكا، ولما أفكر وأسترجع مع حضراتكم كلمة ملاك ألاقي المعنى البسيط جدا، إني الملاك اللي هو رسول وخادم، زي ما قال معلمنا بولس الرسول عن الملائكة في العبرانيين، ألاقي الملاك في نفس الوقت هو شخص على الحياد، شخص محايد تماما. لكن احنا بنتكلم في حالة تعتبر فاصل وجملة اعتراضية، ودي مش غريبة علينا لأننا شفنا الكلام ده قبل كده زي ختم ستة. شفنا ان في فاصل، وشفنا احيانا فاصل زمني يحصل لمدة نص ساعة في السماء. فمش غريب علينا اني نوصل للبوق السادس وبعدين يحصل فاصل فيه شوية احداث قبل ما يجي الختم او البوق السابع. لكن سؤال ممكن نفكر فيه، طب ليه ربنا بيعمل فاصل كده بشوية احداث؟ اقول لان ربنا صالح، وارادته في العقوبات وفي الضربات هي متأنية. ربنا مش مستعجل على انه يضرب ويقتل ويؤذي بعض الناس، مش مستعجل. فعلشان كده بتحصل فواصل بين الاحداث وبعضيها الاختام وبعضيها الابواق وبعضيها في فاصل، ولكن بنستكمل بعد كده. واضح ان هذا الفاصل عمل مصلحة مهمة، ان بعد ما شفنا في الابواق الستة مآسي واخر ثلاث ابواق يعني الخامس والسادس والسابع، عرفنا انهم فيهم قتل مباشر للناس لعلهم يتوبون. يبقى الفاصل اللي احنا فيه النهاردة في بداية هذا الاصحاح العاشر مقصود بيه فرصة للأشرار إنهم يراجعوا نفسهم. ده مش بس كده، ده فرصة وإعلان إن اللي جاي خطير، إن البوق السابع جدير بالاهتمام. ده بيسميه النسر اللي شفناه طاير في السماء، بيسميه الويل التالت. قال ويل 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 للساكنين على الأرض، فلأنه ويل تالت وأخير فأكيد خطير. فعلشان كده وإحنا بنتكلم عن ملاك مهوب، ده أول كلمة بنقول ده ممكن يكون الفاصل الزمني ده تحذير وإعلان بخطورة الويل التالت. يقول القديس يوحنا ثم رأيت ملاكا، ويا ما يوحنا شاف ملايكة أبرار وشاف ملايكة أشرار. لو قعدنا نضرب أمثلة من الإصحاحات اللي فاتت هتاخد وقت، لكن شاف ملايكة أبرار قال لهم لا تضروا أربع زوايا الأرض حتى نختم عبيد إلهنا، دول كانوا أربعة أبرار. بعدها شاف أربعة مقيدين، أنا بضرب مثل من اللي فات، شاف أربعة مقيدين عند نهر الفرات ومقيدين لأنهم ملائكة أشرار. وقال قبل كده يوحنا رأيت ملاكا ساخطا من السماء. فشاف ملائكة أبرار وشاف ملائكة أشرار وساقطين. لكن بيقول رأيت ملاكا آخر، وواضح اني لما نفكر شوية، لان دي المشكلة اللي بتعترضنا كل حين واخر وكل كم اصحاح،
هل في داعي ان الملاك ده يكون هو نفس الملاك اللي قبله؟ لا يمكن ابدا، مفيش داعي خالص ان ملاك يكرر نفسه وظهوره تاني. ليه؟ لان ربنا ما عندوش نقص في الايدي العامله، ده عنده ربوات ربوات والوف الوف من الملائكه، ما يحتاجش انه كل شويه يكرر ملاك بعينه يجي يعمل وظيفه جديده، لا عنده ايدي عامله كتيره جدا. ملاكا اخر بيقول يوحنا: ثم رايت ملاكا اخر، ملاك على الحياد، لا بينتمي لفئه يهود ولا بينتمي لفئه مسيحيين ولا بينتمي لاي من فئات البشر المتبقين يونانيين وامم وكده، لا مش منتمي لحد، انما هو على الحياد، فنازل من السماء لانه على الحياد. ورأيت ملاكا آخر، وكلمة ملاكا آخر يعني يوحنا شاف الرؤية كلها ثم كتبها. أنا بقول الكلمة دي ليه؟ لأني كان معتاد الملاك اللي شكله حلو شوية تلاقوا الناس بدأوا ينقسموا نصين قدامه، ناس يقولوا هو سيد المسيح وناس تانيين يقولوا لا مش هو سيد المسيح. لكن علينا إننا إذا تبنينا اتجاه أو رؤية معينة نقول إيه الأسباب. فأنا بقول ده بتاع النهاردة ما هواش ملاك، ما هواش المسيح كملاك. ليه؟ لأن يوحنا شاف سفر الرؤية كله، فلو هو عرف إن ده السيد المسيح كان هيجي المرة دي بدل ما يقول ثم رأيت ملاكا آخر كان هيكتب ثم رأيت رب المجد يسوع. لكن يوحنا ما عملش كده، يوحنا قالها صريحة: ولا نحمل الآية أكثر مما تحتمل، ثم رأيت ملاكا، أنجلون باليونانية أو أنجيلوس، ملاك، ما هواش السيد المسيح أبدا. المسيح في سفر الرؤيا كله يا أعزائي المشاهدين لم يظهر في كل السفر بشكل ملاك أبدا، إنما السيد المسيح مركزه وموقعه في سفر الرؤيا إيه؟ قاضي ديان عادل. ثم إني لم يوصف هذا الملاك بأوصاف تكريمية، يعني ما حدش عظم له، ما حدش ضرب له تعظيم سلام، ما حدش قال له اي تكريم يليق بانه يكون السيد المسيح. مش بس كده، ده لم يتحدث اصحاح 10 عن ان هذا الملاك العظيم في الهيئه جدا، انه ايه؟ انه حد سجد له. احنا شفنا في سفر يشوع اصحاح 5 ان الملاك بيقول ليشوع اخلع عليك، ويسوع راح خلع عليه وسجد أمام هذا الملاك في إصحاح 5. لكن المرة دي لا كلمات تعبيرية تكريمية ولا سجود. ونلاحظ إن هذا الملاك الآخر يعني اللي زيه زي زمايله اللي فاتوا، بس هو ليه رسالة ممتازة عنهم أكتر، ولذلك هيئته ممتازة أكتر منهم شوية. فلقينا هذا الملاك يقول ويقسم بالحي إلى الأبد، يعني بيقسم بربنا نفسه. فإذا كان هذا الملاك يقسم بالله إذن مش هو السيد المسيح أبدا. بيقول يوحنا ثم رأيت ملاكا قويا، ملاكا آخر قويا، وملاكا آخر تفكرني كلام كمان بأنه ملاك مختلف عن بوق 5 وملاك مختلف عن بوق 6، ما هواش نفس الملائكة اللي فاتت، ده متميز عنهم، وخاصة بكلمة آخر، متميز بكلمة آخر. لكن أضاف إليها يوحنا كلمة ثم رأيت ملاكا آخر قويا. أفكر حضراتكم لما جبرائيل الملاك جه يبشر أمنا العذراء بالتجسد كان إيه الحال؟ كان الحال إن جبرائيل كلمة معناها بطل الله،
أو قوة من الله. طب ليه؟ لأن مكتوب إلى ملائكته ينصب حماقة، لكن البشارة بالتجسد وعمل هذا الملاك المتميز في إصحاح 10 في الرؤية برضو يستدعي أنه ياخد قوة إضافية أو يتميز بالقوة لأسباب كتيرة هنشوفها دلوقتي مع بعضها. من ضمنها أنه ممكن يعترض الشيطان. شوفوا حضراتكم في سفر دانيال إصحاح 10 بيقول إيه؟ بيقول في آية 13: ورئيس مملكة فارس، اللي هو رمز للشيطان، وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لأعانتي. يعني ممكن ملائكة تتعطل من الشياطين، ولذلك يقول رأيت ملاكا قويا. ليه قويا؟ لأن مش عايزين احتمال أني تتعطل الرسالة اللي هيوصل بيها لمجموعة من الناس. رأيت ملاكا قويا أخذ قوة علشان إيه؟ علشان ينجح في مهمته، وإيه كمان؟ عشان هيصرخ كأسد بصوت عظيم. يبقى محتاج قوة ومحتاج مجهود، وعشان ما يقفش في طريقه أي حد لغاية ما يوصل الرسالة اللي الرب محمله بيها للناس المقصودين في الوقت المناسب وبدون تأخير. لذلك يقول يوحنا رأيت ملاكا قويا. أفكر حضراتكم المسيح إلهنا مركزه في سفر الرؤيا كله ما هوش ملاك، إنما قاضي، والقاضي كديان عادل ما بينزلش ينفذ أحكام ولا رسائل ولا دينونات بنفسه على الأرض. هو قاضي عن يمين الجالس على العرش أو في عرش مملكة مجده. يقول يوحنا ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء. أول شيء أفهمه من كلمة نازل من السماء إنه شخص محايد لهينساق أو هيوصل لليهود ويلتصق بأفكارهم، ولا هيوصل للمسيحيين ويلتصق بأفكارهم، ولا هيوصل لغير اليهود وغير المسيحيين، لا محايد تماما. فبيقول رأيت ملاكا نازلا من السماء قويا، نازلا من السماء يعني يوحنا مازال في السماء. يمكن البعض يقول لا، ده ممكن يكون يوحنا نزل من السماء عشان بيقول أنا شايف ملاك نازل من السماء. الحقيقة لا، هو في السماء لسه ما نزلش. طب ليه؟ لسبب مهم جدا أرجوكم ما تنسهوش، لأن في رؤيا 4 أول آية أمر الرب نفسه يا يوحنا اصعد إلى هنا لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. مش بيقول له لا خليك في الأرض وأنا هنزل لك أنا أقول لك على إعلانات، لا، هو لسه في السماء. ومش صعب أبدا إن يوحنا وهو لسه في السماء يشوف ملاك بينزل من السماء على الإطلاق، ما هياش مسألة صعبة. مش محتاج يوحنا ينزل عشان يشوف ملاك نازل من السماء، لكنه شايفه بعين. بعض الناس يقولوا طب ده ممكن يكون الملاك ده هو المسيح. أنا عايز أقول لما الملاك ده نزل يوحنا بس اللي شافه، لكن لما الرب يسوع بينزل السماء والأرض شهدت له، والرعاة والمجوس شافوه، والولاة والحكام شافوه، وكل الشعب شافوا. ده لما الرب يسوع نزل، لكن هذا الملاك محدش شافه غير يوحنا. شيء تاني مهم جدا، ان لما نزل الرب يسوع تجسد، لكن هذا الملاك لم يتجسد ابدا. سيأتي الرب يسوع للدينونة ويقول، وهو أعلم بنفسه في سفر الرؤيا في بدايته، هو إذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، مع السحاب مش هينزل للأرض أبدا،
لما يجي الرب يسوع خارج من عرش مملكة مجده هيوصل للسحاب بس، مش هيوصل للأرض مرة تاني أبدا. ورأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا، والكلمة دي بريبيبليمين في اللغة اليونانية معناها متسربل أو معناها لابس. معنى اللبس لهذا الملاك إنه عايز يخفي كل حقيقة جوهره وشخصه وطبيعته، لأن مش مفروض إن الكل أو يوحنا يلتفت لطبيعته ويقعد يتفرس فيها وينسى الرسالة اللي هو نازل بيها. متسربل أو لابس السحاب، ملفوف، ممكن يكون المعنى برضو ملفوف بالسحاب. لكن لما نفكر يا ترى حكاية السحاب إيه؟ السحاب، موسى النبي دخل في السحاب ومع ذلك لم يتحول إلى الرب يسوع، ما بقاش هو المسيح. لما التلاميذ ظللتهم سحابة في التجلي لم يتحولوا الثلاث تلاميذ للمسيح، ما بقوش هم يسوع يسوع يسوع، ما بقوش كده أبدا. مش علشان الملاك متسربل ولابس سحابة يبقى معناها إنه بقى المسيح. لكن السحابة بفهم منها ثلاث أمور في غاية من الأهمية. السحابة رمز للسمو لأنها مرتفعة، رمز للنقاء لأنها بيضاء، ورمز للخير أيضا أحيانا كثيرة، لأن السحاب بيحمل في طياته جوه منه بيحمل المطر، والمطر أحيانا يبقى خير وأحيانا يبقى زي الضربات والعقوبات نازلة على دماغ الناس. لكن المرة دي ليه متسربل هذا الملاك الرائع بسحابة؟ إن كان السحاب فيه رمز للمجد وللسمو، المرة دي المجد والسمو ده بيشاور على ارتفاع وعظم شأن هذا الملاك. طب ليه؟ لأنه جاي برسالة ممتازة جدا عن كل رسائل الملائكة اللي قبل منه. بقول أول كلمة ملاك مهوب وبكمل الكلام، رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح. على رأسه قوس قزح. اللي منكم يفتكر رؤية 9 هتلاقوا ان قوس قزح كان رمز وميثاق بين الله والناس، يبقى واضح ان هذا الملاك نقدر نسميه ملاك المقاصد الإلهية، جاي ينفذ مقاصد إلهية، مقاصد الرب يسوع اللي ماسك السفر المختوم واللي فاتح دلوقتي الختم السابع، والختم السابع خرج منه الأبواق الستة لغاية دلوقتي وهيخرج منه الباقي كله كمان. وجهه كالشمس، لكن أنا دايما أفتكر بقوس قزح إن ربما يكون نور وجه هذا الملاك البهي منعكس على سحابة وانعكاسات ضوئية وضوء الشمس وهكذا، يبقى ربما قوس قزح ده نتج عن نور وجه الملاك المنعكس على هذه السحابة العظيمة اللي فيها شيء كتير من المجد. نور وجه الملاك منعكس على الشمس. لكن المعنى المقصود من إن على رأسه قوس قزح، قوس قزح إن كان بيفكرنا بالسلام والرخاء أو ميثاق بين الله والناس أو تهدئة، فهي تهدئة لأجل إن الأشرار يفهموا، لأجل إن اللي ما تابوش وما أمنوش يؤمنوا، لأن الله غير متعجل للضربات وللعقوبات أبدا. الظاهر إن رسالة هذا الملاك الممتاز فيها كلام سلام، فيها رسالة هتتقبل من البشرية، لأن هذا الملاك الظاهر إنه بشير خير. أكمل وصف وأقول
ووجهك الشمس، واضح إنها من التواجد المستمر في محضر الله، زي موسى النبي لما نزل من الجبل وجهه كان منير لدرجة إنه لبس عليه برقع. ممكن وجهك الشمس مقصود بها استدارة وجهه، وجهه عامل زي القمر كده مستدير. ولما نفتكر ملاك سفر دانيال مش هنحتاج نقول إن الملاك ده كان هو السيد المسيح. في إصحاح 10 عدد 5 يقول: رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتانا حقواه متنطقان بذهب وفاز، وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق، عيناه كمصباح نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. صفات جليلة جدا، سامية جدا، لكنه برضو مش السيد المسيح. معلمنا بولس قال ان الخالق ملائكته في رسالة العبرانيين خداما ملائكة وأرواحا وخدامه لهيب نار. في رؤية 12 ظهرت امرأة متسربلة بالشمس، ولكنها ما كانتش ولا رمز ولا هي المسيح. في رؤية 19 يقول يوحنا ملاكا واحدا واقفا في الشمس، ومع ذلك مش هو المسيح. مش كل ملاك يرتبط بالشمس يبقى هو المسيح. في متى 13 يقول عن الأبرار كلهم كمية يضيئون كالشمس أو الجلد في ملكوت أبيهم، ومع ذلك مش كل واحد فيهم هو المسيح. كذلك بيعلن عن قرب البوق السابع وعن المجيء، فمش أقل أبدا من أنه يحمل هذا الملاك بعض صفات البار اللي جاي، فتتناسب هيئته مع الرسالة اللي جاي بيها. بالإضافة أن ملامح الملاك الشديدة دي بتشاور على أنه مفيش حد من البشر العاديين يقدر يبص في وشه بشكل كتير أبدا. أنا بقول سفر مفتوح وأمر مطروح، قلت ملاك مهوب، وأقول الكلمة التانية سفر مكتوب. سفر مكتوب، ولكن بعد ما أقول إن رجليه كانت كعمودي نار، ورجليه رمز للمسلك، والعمود رمز للاستقامة، والنار رمز للطهر، واضح إن السفر اللي مع الملاك هيبقى مقدس وطاهر ونقي. واضح إن رجليه كعمودي نار لأنه مسلكه محايد، مسلكه صحيح مستقيم، ولأن رجليه نار لن يعلق بها شيء من البحر أي الحياة الغير مستقرة، ومن الأرض الحياة والحكومات الثابتة. لكن الكلمة التانية بقول سفر مكتوب، بيقول يوحنا ومعه في يده سفر. أنا بفكركم كلمة سفر ملهاش غير مرجع واحد في العبرية، سيفر بتتنطق كده، معناها كتاب مفتوح أو كتاب صغير أو درج ملفوف. ومعه في يده سفر، وإحنا هنلاقي في سفر الرؤية ثلاث أصفار: السفر المختوم بسبع ختوم إصحاح 5، السفر بتاع النهاردة إصحاح 10، وسفر إصحاح 20 هو سفر الحياة. ثلاث أصفار في سفر الرؤية. لكن مصدر هذا السفر هو الرب يسوع المسيح، اللي لم يسمح ليوحنا بأنه يكتب إيه اللي شايفه في السفر المفتوح. واضح أن السفر المختوم كان كبير، لأن النهاردة الكلام بيقول في يده سفر صغير، فطالما صغير يبقى بيشاور على أن السفر المختوم اللي قبله كان كبير. وواضح كمان أن كلمة مفتوح بتفكرنا أو بتخلينا نفكر، طالما مفتوح يبقى إيه اللي جواه؟ اللي جواه حاجات قديمة، يبقى المختوم كانت نبوات جديدة ليوحنا، إنما المفتوح هو نبوات قديمة، زي رؤيا دانيال وزي متى 24 كلام المسيح ولوقا 21، وزي رسالة تسالونيك التانية كلام معلمنا بولس عن الأزمنة الأخيرة، فهو سفر مفتوح.
إذا نبوات يوحنا لما نحط الكلمة في يده سفر صغير مفتوح أفهم منها إني طالما صغير إذا المدة اللي باقية قصيرة، الكلام اللي جواه من نبوات قليل. سفر صغير مفتوح بتوضح أهمية، كلمة مفتوح بتوضح أهمية هذا السفر، لأنه طالما مفتوح يبقى صراحة، ويبقى البشير الملاك ليه هيئة غريبة جديدة، وأسر مدة الأزمنة اللي جاية زي السفر ما هو قصير وصغير، فستنتهي المدة الباقية بسرعة شديدة. بيقول ورجلاه كعمودي نار، ودي فهمناها، بس هنضيف إليها إني وضع رجله اليمنى على البحر، لكن لأنه رجليه كانت نار فالسفر اللي في إيده مقدس، الناس هتاخده مش باستخفاف، هتاخده على إنه سفر نقي طاهر، ياخدوه بطريقة روحانية مقدسة، فهيتقبل. لأن الملاك ملفوف بسحابة زي ما عرفنا، فاليهود هيقبلوا كلام هذا السفر المفتوح. ليه؟ لأنهم متعودين على السحاب في كل الرؤى بتاع العهد القديم، والمسيحيين هيقبلوا كمان هذه النبوات من السفر الصغير المفتوح. ليه؟ لأن برضو عارفين أن السحاب كان يخبئ وراءه الرب يسوع المسيح، ولكن أعلن بمجده، وزي ما أعلن في الرؤية أنه هيأتي مع السحاب. فاليهود هيقبلوا نبوات هذا السفر، والمسيحيين هيقبلوا. يبقى باقي عندنا فئة الناس اللي هم لا مسيحيين ولا يهود، برضو عليهم أنهم يتعقلوا ويتزنوا، لأنهم شايفين اللي من اليمين بيؤمنوا والشمال بيقبلوا نبوات هذا السفر، فيراجعوا نفسهم ويؤمنوا، أو لو ما أمنوش مش هيبقى ليهم عذر أبدا. إحنا شايفينه أنه ملاك قوي ماسك سفر صغير مفتوح علشان يوصل الرسالة قبل فوات الأوان. هذا الملاك بيفكرنا كمان بسفره اللي في إيده، أن السفر المختوم كان لازم يتفتح، لكن السفر المفتوح كان لازم يتاكل ويتهضم. السفر المختوم كان في يد الخروف الحمل القائم، إنما السفر المفتوح في يد ملاك. السفر المختوم لأن نبواته كانت جديدة ليوحنا، أما السفر المفتوح الصغير النهاردة نبواته من أول دانيال لقدام فهي قديمة. السفر المختوم كان متصل بالأرض، لكن السفر المفتوح الصغير متصل بالسماء. يقول فوضع رجله اليمنى على البحر، اليمنى الرجل الأكثر قوة، حطها على البحر لأن البحر أكثر مساحة، فهو بيشاور على الأولوية والأهمية، لأنه السفر هذا فيه حاجات مهمة جدا. فوضع رجله اليمنى، ودي جت اتقالت الكلمة دي 3 مرات، مرة لما الملاك كان نازل من السماء، ومرة تاني لما الرب يسوع قال له روح خد السفر من الملاك، ومرة قبليها لما الملاك رفع ايديه وبدأ يقسم بالحي الى ابد الابدين، فاتذكرت 3 مرات. لكن حط رجليه على البحر وعلى الارض، واضح ان وضع الرجل بيرمز للامتلاك زي ما شفنا في يشوع 1، وبدأ الارض والبحر، البحر والارض الاول يعني الحياة الغير مستقرة والحياة والحكومات المستقرة بحر وأرض، هيرجعوا لربنا ويسيطر عليهم من جديد. واضح الأولوية في البحر، لأن البحر 71% من مساحة الكرة الأرضية. نستكمل سويا الإصحاح 10 بصلوات البابا أنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا بسنتي في الحلقات القادمة. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. كلمات مش ممكن ننساها،
تشفي فينا الجروح. كلمات شايلة معاني بتشيل هم الطروح، حروفها منورة جوايا متأصلة. كلمات الروح.